جابر فار شو انسايد يلا بلاي عبد الملك ما يوقف فاهم دي الكوره الثانيه كثير معنا هو يمين يمين هو يمين كثير هو مليك نايم فارق يا فارق نايمة نايم فارق كأنهم جايين من أمريكا أنت عارف جايين يتمشوا في الملعب شوف دحين بس إيه إيه كورة كورة ما فاهم لا ولا بالشباب ما حد يودي تبغى يفضى عشان صور سكرين هذا ما نودانه هو ما قاعد يتحرك مستسلم هذا اللعب هو اللي يلعبه هذا لعبه هذا اللعب حقه شوفهم كيف شوفهم كيف نازلين ماخذينه بهدوء ما في استعداد ما في رغبه شوف اتاكم يا
صح؟ شوف الأيام، شوف هنا، شوف هنا كيف القتال، شوف القتال هنا، شوف هنا، هذا عزة هذا. هنا أنت بس كيف تسمع أصوات الجزمة، تسمع مدري إيش وصراخ وكلام. عند فريق يبغى يفوز يتمشى بالكرة. والله أسود، والله أسود. شوف دحين يبغى يلعب. دافع كمان والله مو شوفوا شايفه كرة اسود كرة اسود الملك انت بهذا ملك محمد هل محمد فارس فارس يا هذا عبيدي هنا نتيجة مباراة الأنصار والأهلي 3-1 لصالح الأهلي. عبد العزيز نتيجة مباراة الاتحاد والنهضة التعادل 4 نقاط لكل منهما. أربع نقاط يا راجل يا هو محمد يا راجل شفاول ده أوه أنا راجل إيش هو ده طيب بدي اقف ما بدي اقف الاتحاد والنهضة 6-5 مقابل 6-5 لصالح النهضة لعب انت هلا نشوف فارس الحين لازم يرجع شوي يحمي الباسكت روح اشعل ما تقدر خلاص ما جاي ايوه والله هذا الكلام يعتقد ويحكم بالتحكيم مرة لا يسلم لعب يا اخي الحكم بيغلط انت بتغلط كل الناس بتغلط المدرب بيغلط اتاكد يا فارس اتاكد بالشات يا فارس اتاكد بالشات يا فارس هلا هلا خش خش حبيلان دافع يا ابو ما حصفه راس صفر ترى من كيسه ذا والله ايش الكول هذا يا حاجي أولا ستة
اوت يا جماعه باك باك يلا حاله يلا وشو 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 عبد الملك مع الرأفة شوف بالله هذا منظر واحد يبي يفوز كورة الآن 7-5 لصالح الأهلي. تعال جاد كورة أسود ما هم حتى عارفين ترى مباراة الاتحاد والنهضة 10 النهضة 9 الاتحاد عبود راح الركن ملك. يا طيب. 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 يا ط
Yes.